تبادل الرسائل المبطنة بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج مستمر. لقينا سعدة واحنا بعيد عنك. احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك، ما بنفتكركيش. هو ده الفيديو اللي انتشر لسيدة اسمها لمياء حلاوة، اخت رجل الاعمال محمد حلاوة زوج ريهام حجاج، واللي كان واضح فيه انها بتوصل رسالة مباشرة لياسمين عبد العزيز طريقة اخوها. تركزي في صفحتك وتنسينا، حاولي ان انت تكوني سعيدة، لان احنا بقينا سعدة واحنا بعيد عنك. والرسالة دي ما كانتش من فراغ، فالجمهور كان شايف الايام اللي فاتت حرب اعلامية قوية بتحصل بين بوسي شلبي وياسمين عبد العزيز، واللي شايف الجمهور بان بوسي هي اللي بدأت فيها بتصريحها مع ايناس الدغيري. ياسمين عبد العزيز الفنانة رقم واحد في مصر انها بتنجح سينما وتلفزيون، ابيض ولا اسود؟ يسرى الفنانة رقم واحد في الوطن العربي. وكمان باستضافتها لريهام حجاج في حلقة خاصة عشان تتكلم فيها على المشاكل اللي تعرضت لها بعد جوازها من محمد حلاوة واللي بقاله حوالي 3 سنين. الناس مش المفروض اصلا انها تحكم او تتكلم في حاجة شخصية زي دي. واعتقد برضو يعني لما حصلت ان انت اتجوزتي كان استحالة العودة للطرف الاخر شرعا. ده اللي خلى جمهور ياسمين يستغرب ليه ريهام قررت تطلع في الوقت ده وتتكلم عن جوازها من محمد حلاوة، بالرغم من انها كانت اكدت في ستوري ان حلقتها مع بوسي اتصورت في شهر رمضان. البرنامج ده اتصور اخر رمضان اللي فات، ما اتصورش امبارح ولا اول امبارح ولا لسه متصور قريب يعني. اما التحليل التاني فكان ان ياسمين هي اللي بتتعرض للابتزاز من جهه ريهام حجاج، اللي ما اكتفتش بس بحلقتها مع بوسي، وانما تاني يوم نشرت ستوري بتبارك فيه لابن محمد حلاوة ايمن، ده بالاضافه لمباركه محمد لابنه في الوقت اللي اتجاهل بنته من ياسمين عبد العزيز وما همهاش على تخرجها مؤخرا. وفي راي البعض ان كل الاحداث دي هي اللي خلت ياسمين تطلع وتنشر بوست مش مباشرين كتبت فيهم الصمت مش ضعف الصمت قوه، والبعض توقع ان الرد ده كان على كلام ريهام وبوسي عن طلاقها في الحلقه والكلام عنها بطريقه او باخرى. ارتباط ياسمين مشهورين بمحمد، كل الاطراف اتجوزت وكل واحد سعيد بالطرف الاخر اللي معاه. ولما ظهرت ياسمين مع منى الشاذلي في وقت المشكله وطلاقها ما لمحتش ابدا ولا كلمه عن ريهام، بالعكس كانت مدحت طليقها واكدت ان الطلاق كان رغبتها. محمد ده أبو عيالي وراجل محترم جدا، دي كانت على رغبتي أنا اللي كنت عايزة أطلق. ده اللي خلى الجمهور كمان يستغرب ليه محمد حلاوة نشر فيديو أخته اللي بتهاجم فيه ياسمين عنده على إنستجرام في الوقت اللي ياسمين ما تعرضت لهش بالسوق. قعدنا متجوزين 17 سنة وعرفوا أنا عندي 18 سنة. بس البعض توقع أن رد فعل محمد وعيلته دي جت بعد البوست اللي نشرته ياسمين على فيسبوك، استخدمت فيه صورة زوجها الحالي أحمد العوضي وجملة من مسلسلهم اللي ملوش كبير وكتبت على الله حكايتكم يا جوز حربيه، وباين إن ده اللي استفز الطرف الثاني وخلاهم يطلعوا يردوا. أظن إن أنت هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان. ده اللي أنا عايز أقوله لك، وده اللي أنا عايز أقوله لمصلحة ولادك. إحنا كأسرة خلاص